إذن حلقتنا تبدأ اشتعل اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع نتائج ختام الجولة 28. الهلال فاز على أبها بهدفين للا شيء، الفيحة خسرة من التعاون بهدف، ضمك خسرة من الفتح بثلاثة أهداف دون مقابل، في محل المتصدر الاتحاد ضيفا على الطائي المهدد بالهبوط في مباراة تبع حمزة بن جدو. نتابع. رئيس تركي الضبعان سيغير بعد حيي الطائي، هكذا تغزل محللنا أحمد الشمراني بأبناء حاتم في مقال بأنه تاريخ من الحضور وتاريخ غاب فيه إلى درجة لم يمر عام إلا. ونسأل أين أنت يا صاعد الكبار والكبير العميد الاتحاد، ضيف ثقيل ينشد ثلاث نقاط مهمة في الحفاظ على الصدارة ولا خوف عليهم، فالنمور حاضرون أينما ارتحلوا في غياب نجميهما حمد الله وكورنادو عن التشكيل الأساسي. انطلق اللقاء بأهداف مختلفة بمبادرة اتحادية ومحاولة لإثبات الحضور من جانب الطائي الذي كان القائم رحيما به بكرة الشنقيط الخطيرة في أول وآخر فرصة حقيقية شهدها الشوط الأول، هزت من هذا النمر حماسا برقص على أنغام اتحادية، وفارس الشمال هنا بهجمات معاكسة يريد المفاجأة. دينير يحاول، دينير يتقدم البرازيلي. المفاجأة كانت بعد ست دقائق من انطلاق المرحلة الثانية، حين انطلق ابن الجزائر أمير سعيود كالسهم نحو المرمى وبين أقدام جروهي وضعها هدفا سيكون مهما غاليا ثمينا نفيسا إذا حافظ على تماسكه في صراع البقاء مع الكبار. سعادة، سرور، مسرة، فرحة فوق مدرجات الطائي، وحيرة، حسرة، دهشة، غموض على محيى النمور. حالة استنفار قصوى الآن في الاتحاد والاستنجاد بحمد الله وكورنادو علهما يعودا بالعميد لفوز أو تعادل على أقل تقدير. كورنادو لا يبدو أبدا الاتحاد المتصدر في يومه في لقاء اليوم المصيري، لم نشهد أبدا مستوى ولا رغبة للإتي في المحافظة على الصدارة والتتويج باللقب، بل شاهدنا أبناء حاتم يحاربون على ضمان البقاء، جابوا الهدف الأول وكانوا الأقرب للتعزيز بثان وربما ثالث لولا التسرع الذي غاب عنهم في كرة سانحة. وكرة حمد الله كانت سانحة لأن يعود بفريقه لجدة بتعادل. لم ينجح المغربي ولا مخالفة البرازيلي كورنادو في هز شباك الطائي، فصل في الأمر، الطائي ثلاث نقاط، الاتحاد مباراة للنسيان. حمزة بن جدو، صدى الملاعب.